زواجه العاتية، يعيل أسرته من عرق جبينه، ويرى لنفسه في الحياة مكانا. ظل شيخنا العثمان فترة من الزمن على هذا الحال، يعيش حياته المستقرة إلى أن أصيب بفشل كلوي مزمن تركه طريح الفراش، فهو بالكاد يستطيع تدبير شؤونه الخاصة. يعيش إذن واقعا مزريا وصعبا. زرناه لنتعرف على معاناته أكثر، لنتابع. وسط هذه الرمال ومشيا على الأقدام، كنا نبحث عن المكان الذي يسكن فيه شيخنا العثمان. بعد وقت يسير وصلنا مسكنه المتواضع، حيث يتواجد مع الأسرة التي تتألف من عدة أفراد. كان الجو حارا والمكان يعكس حجم المعاناة التي يعيشها الرجل المريض في هذا المسكن المعزول والبعيد. بصعوبة يحاول شيخنا التماسك في هذا الجو القاسي، وهو الذي كان يوما بحارا قويا يصارع أمواج البحر، لكن المرض أنهكه وأضناه. هو شاب صغير رزقه الله الأولاد، وكان يعمل بكل حيوية ونشاط لتوفير ما تحتاجه الأسرة. وبينما هو كذلك لاحظ شيئا ما بدأ يؤثر على نشاطه وبشكل سريع. بعد استشارة الأطباء أتت الكشوف الطبية لتؤكد وجود فشل كلوي مزمن باغت الرجل وهو في ريعان شبابه. ما من خيار آخر سوى متابعة العلاج رغم المصاعب والمشاكل، فلا مسكن ولا مقدرة على توفير لقمة العيش للأسرة، ولا استطاعة على تحمل نفقات المراجعات الطبية المنتظمة. فهو يخضع لتصفية الدم 3 مرات في الأسبوع، وإن حاله ليختصر الكثير من المعاناة والمشاكل. أي قال لي شيخنا العثمان وقد كنت نشتغل صنف الوادي أبو بحار، قالوا بتمشي المي أنا وشي لهم نشتغل مغشو 8 غرام مغشو يوم تميت من خريطة الحالة الحمد لله. ساكن بديلة بعيد من الطب صافي، ساكن في لبعين الطب، اليوم صافي لا بدال من 2100 وعيت ما صفى عندي من 101 باصي لا بد من 2000 من هاي الطب ماشي وجاء إلى جل غريب ما نعرف قال منين أعود أنا وتريكتي طيب سألني من كامل ساعدني ساعدني اي قام طرد من التصفيه بيا واحده قلش في واحده صب النقد الحمد لله اللي عندي اخوي الاقوى عندي مولانا شافي. ولمزيد من المعلومات عن الحاله الصحيه للسيد شيخنا العثمان التقينا بالطبيب المشرف على علاجه. هذه حاله شاب في مقتبل العمر عنده تقريبا 26 سنه. للأسف الشديد كان عنده ارتفاع في ضغط الدم بشكل دائم، ولا كان متابع على ارتفاع ضغط الدم، وبشكل مزمن أثر ارتفاع الضغط على الكلى، والسبب للأسف الشديد فشل كلوي دائم. هو زاد ملي يخضع الحصص الغسيل الكلى تقريبا 3 حصص بالأسبوع، وضعيف هو من راسه ورب أسرة وعنده شمتريكم ساكنين ضعيفين،
والله اللي مولي زاد هو فاصل في المساعدة، بما أنه عنده ذيك الأدوية اللي قلنا أنها يشتريها بشكل دوري، وعنده مشكلة النقل، وعنده ياسر من المشاكل. ونتمنى إن شاء الله أنه لا يعود التقديم اللي قدمنا عنه، لا هي لا هي لا هي يجبر عليه مساعدات من خيري ذاك، ونتمنى إن شاء الله. الحمد لله وفق الله في تلفزتنا للخير. يختار إنسان يكون مريض جدا، مريض جدا وفقير جدا، يقدموه للمحسنين والمحسنات. الحقيقة مناره كان أحوج، قاع هو والله أحوج الناس الصدقة، هي تحفظ المال وتنميه وتحفظ النفس والأولاد وتجر العافية، وبعد ذلك تدخل الجنة. ثم بعد ذلك الله عز وجل أخبر بأنه يخلفها، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط منفقا خلفا، سأل الله أن يتقبل صيامنا وصيامكم، وقيامنا وقيامكم، وصدقتنا وصدقاتكم، وأن يجعل خير بأيدينا وأيديكم إلى يوم الدين. وأنا إن شاء الله تعالى كما قلت لكم سابقا في رمضان قبل ذلك ورمضان قبل ذلك، أي شيء وصلني سأوصله بيدي إن شاء الله تعالى لذلك المريض. الله على ما نقول وكيل. الله أسأل أن يوفقني وإياكم لكل خير. إنه رجل صابر ومحتسب في ظروفه القاسية، ويأمل في إخوانه المحسنين خيرا، فهل من مجيب؟ أعزائي الصائمين، تابعنا حالة الشاب شيخنا العثمان الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صوما مقبولا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.